للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي السيد مهدي عبد الكريم. أهلا وسهلا بك. يعني النظام الاتحادي في العراق بحسب بلاس خارت لا يطبق في العراق، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ بداية تحياتي لجنابك ولقناتك ومشاهديك الكرام المحترمين. الكل يعرف أن النظام الاتحادي باعتبار أنه الفيدرالي أيضا في العراق بعد التغيير، ويعتمد على أن يكون هناك صلاحيات للمحافظات وللأقليم للأقاليم الموجودة وكأقليم كردستان أيضا. النظام الاتحادي في العراق مع كل الأسف أعتقد هو من الأنظمة اللي يعتبر الحديثة طبق في العراق، وأيضا ليس فقط النظام الاتحادي إنما النظام البرلماني اللي موجود الآن يطبق في العراق من أحدث الأنظمة ومن تطويرها أكثر، باعتبار أنه في بلدان الأكثر من البلدان يستخدم هذا النظام. لدينا هنا المشكلة، وين المشكلة؟ في تطبيق هذا النظام، في آلية تطبيق هذا النظام، باعتبار أنه الآلية المستخدمة مع كل الأسف أدت إلى فشل هذا النظام والعمل به في العراق، باعتبار كانت هناك المحاصصة والفئوية والحزبوية وتغليب هذه المصالح على المصالح اللي تخص البلد. لهذا السبب نظرتنا وواقع الحال يجب أن يكون هناك تطبيق لهذا بأولا الالتزام بالدستور وتطبيق الدستور على كل مكونات الشعب العراقي وليس انتقائية، ثانيا تطبيق القانون على كل أفراد المجتمع العراقي وبدون تمييز. إذا كان هذه الأمور موجودة أعتقد سيكون هذا النظام من أفضل الأنظمة اللي موجودة في اللي متبع عليه مع كل أنظمة في العالم. طيب هذا في حال تطبيق يعني النظام الاتحادي بشكل إيجابي، لكن ما هي تداعيات ضعف تطبيق النظام الاتحادي الذي يعتمد عليه وجود الإقليم؟ باعتبار انه الكل يعرف انه هناك صلاحيات يعني خاصه في هذا النظام، اذا كان هناك الاقاليم الموجوده والنظام الاتحادي الموجود المركزي، هناك صلاحيات تمنح ضمن الدستور للاقليم للاقاليم، اذا وجدت اكثر من اقليم تمنح لهم صلاحيات، وهناك صلاحيات للمركز بالنظام الاتحادي اللي موجود، باعتبار وهناك صلاحيات مشتركه بين الاقاليم وبين النظام الاتحادي او المركزي. هذه لم تستخدم مع كل الاسف باعتبار انه هناك مثل ما ذكرت جنابك هناك كثير من التدخلات وكثير من التفضيل الفئويه والحزبويه الى مصالح البلد، مصالح المجتمع العراقي، إضافة إلى محاربة هذا النظام بكل شتى الوسائل من أجل عدم إنجاح هذا من بعض الجهات، باعتبار هناك عقلية لحد هذه اللحظة يعني ترغب أن يكون هناك لديها السيطرة على كل شيء، على مقدرات البلد هي الوحيدة التي تكون حاكمة، ولن تستوعب الدرس أنه يكون نحن الآن في ظرف غير ظرف ووقت غير وقت والزمان غير زمان والحكم غير حكم والبيئة غير بيئة، إضافة إلى أنه تغيير نظام الحكم بشكل كامل. لهذا السبب تجدين في بين فترة وأخرى هؤلاء أو هذه الكتل السياسية أو هذه الجهات ترغب أن تكون هناك تعطيل لهذا وتخريب لهذا النظام الفيدرالي الاتحادي والحكم وإشاعة حكم أولا فوضى، وإضافة إلى أن نكون إرجاع العراق إلى ما كنا عليه مع كل الأسف.